أناب صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة الخليفة محافظ المحافظة الجنوبية اليوم لحضور حفل افتتاح مدرسة سمو الشيخة موزة بنت حمد الخليفة الشاملة للبنات في منطقة جو التي تعد أكبر مدرسة حكومية في البحرين، حيث ستضم مختلف المراحل الدراسية الابتدائية والإعدادية والثانوية بحضور الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم والمهندس عصام بن عبد الله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وعدد من كبار المسؤولين ورجال التعليم في المملكة. وقد نقل سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة الخليفة الشكر وتقدير صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لوزارة التربية والتعليم ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والجهات المنفذة لمشروع المدرسة على الجهود التي بذلوها، وتمنيات سموه بأن تسهم المدرسة بما تمتلكه من بيئة تعليمية حديثة ومتطورة في تنشئة أجيال من الطالبات المؤهلات لخدمة وطنهن في مختلف المواقع. وأكد سمو محافظ المحافظة الجنوبية أن التوسع في إقامة مدارس ومنشآت تعليمية حديثة ومتطورة يشكل ركنا أساسيا في نهج الحكومة برئاسة الأمير الوالد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله. وأضاف سموه أن مسيرة التعليم في البحرين التي تحتفل المملكة هذا العام بمرور 100 عام على انطلاقتها تشهد تطورا مستمرا يعكس مدى الإيمان بأهمية وقيمة التعليم كنقطة انطلاقة لمختلف الجهود التنموية. وقال سموه إن ما يشهده قطاع التعليم في مملكة البحرين من نهضة في المناهج والوسائل التعليمية يثبت أننا نسير في الطريق الصحيح، منوها سموه إلى أن مدرسة سمو الشيخة موزة بنت حمد الخليفة الشاملة للبنات سوف تخدم أهالي مدينة خليفة بشكل خاص والمحافظة الجنوبية بشكل عام. من جانبه ألقى الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم كلمة رفع من خلالها أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر على رعايته الكريمة لهذا الحفل، مشيدا بكل الاعتزاز بالدعم الذي تفضل به سموه لرعاية هذا الحفل ومشيدا بكل الاعتزاز بالدعم الذي تفضل به سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة الخليفة محافظ المحافظة الجنوبية للمسيرة التعليمية من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظة. وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن الوزارة تمكنت بفضل الدعم والمساندة التي تلقاها باستمرار من تحقيق التوسع المستمر في الخدمات التعليمية والعمل على تحسينها بما يجعل مملكة البحرين تتبوأ مراكز متقدمة عالميا في التقارير الدولية. وأوضح وزير التربية أن إنشاء هذه المدرسة الشاملة التي تخدم مدينة خليفة والمناطق المجاورة جاء من منطلق سعي الوزارة إلى تقريب الخدمات التعليمية من المواطنين، وهي تعتبر أول تجربة من نوعها من حيث شمولها المراحل الدراسية الثلاث مع الفصل بينهم. أولا أتشرف أن أحضر حفل افتتاح مدرسة سمو الشيخة موزة بنت حمد نيابة عن سيدي صاحب السمو الوالد الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه. فسموه هو الداعم الكبير لمشاريع المحافظة الجنوبية، وسموه دائما يتابع حفظه الله كل ما تشهده المنطقة من تطور ونماء، ونحن في المحافظة الجنوبية حظيظين بوجود هذا الصرح التعليمي الكبير والمشروع الرائد الذي يدل بأن المحافظة وبفضل التوجيهات المباركة لسيدي عاهل البلاد المفدى الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله ورعاه ودعم صاحب السمو الوالد الأمير خليفة بن سلمان رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ودعم صاحب السمو الأمير سلمان بن حمد ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، المحافظة تشهد تنمية شاملة في جميع المجالات، المجال التعليمي، المجال الأمني، المجال الاجتماعي، هناك تطور ملحوظ في جميع المجالات، ووجود هذا الصرح يؤكد بأن المحافظة والله الحمد تشهد هذا النمو وهذا الازدهار، وخاصة نحن في المحافظة نحرص التواصل مع المواطنين لتلبية احتياجاتهم. ومنطقة مدينة خليفة منطقة حيوية وعامرة، ووجود هذا المدرسة يؤكد بأن الخدمات إن شاء الله تستكمل في هذه المنطقة،
وخاصة ما يميز هذا المدرسة أن تحمل اسم عزيز علينا وهو اسم والدة الجميع سمو الشيخة موزة بنت حمد آل خليفة طيب الله ثراها، اللي كان لها إسهامات بارزة في المجال الخيري والإنساني. بتكلفة مادية لامست حاجز 11 مليون دينار بحريني، وبمدة زمنية تقدر ب38 شهرا من العمل المتواصل، كانت كفيلة بالنهوض بملامح صرح تعليمي نموذجي هو الأول من نوعه على مستوى البحرين. مدرسة سمو الشيخة موزة بنت حمد آل خليفة الشاملة للبنات روعيت فيها أقدر التصاميم العالمية وبمواصفات حديثة تحاكي تشييد المباني الخضراء وتطبيق سياسة ترشيد استهلاك الطاقة والمياه للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية. افتتاح هذه المدرسة الشاملة المتميزة من حيث الخدمات من حيث التجهيزات، والتي تعتبر أول مدرسة بهذه النوعية في مملكة البحرين. هذا يؤكد أن ولله الحمد أن المسيرة التعليمية في العهد الزاهر لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه تشهد تطورا نوعيا، وكذلك اهتمام سيدي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، ومساندة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، يؤكد ذلك الإنجازات العديدة التي تشهدها وزارة التربية والتعليم على صعيد البرامج التطويرية أو الخدمات التعليمية أو الإنشائية. مدرسة سمو الشيخة موزة بنت حمد آل خليفة الشاملة للبنات الواقعة ضمن نطاق حدود مدينة خليفة التابعة للمحافظة الجنوبية أقيم حرمها على مساحة أرضية طافت حاجز 50,000 متر مربع، جاءت كافية لقيام 4 مبان أكاديمية قادرة على استيعاب 1,440 طالبة، متضمنة 48 فصلا دراسيا تتوافر فيها جميع الوسائل التدريسية المتطورة، ناهيك عن توفير مرافق تعليمية هادفة وأخرى ترفيهية وبقياسات دولية عالية الجودة يمكن استخدامها لمختلف الأنشطة الرياضية. وعي في إنشاء هذا الصرح التعليمي لتطبيق مبادئ المباني الخضراء ومباني الاستدامة في المباني، وخاصة من ناحية الاستهلاك التركيز على التقليل من استهلاك الطاقة. مراعاة حقيقية لما بين المسافة الواقعة بين الجانبين الكمي والنوعي، والتي تمضي وزارة التربية والتعليم نحو تفعيل موازينها في تعمير المباني المدرسية، راجية من ذلك توفير المقاعد الدراسية للطلبة كافة الملتحقين بمقاعد الدراسة بمن فيهم الطلاب من ذوي العزيمة ضمن جو أكاديمي مفعم بالحيوية والمتعة والراحة، تتوافر فيه أرقى الأدوات المعرفية لضمان قطف مخرجات تعليمية ناضجة. وزارة التربية والتعليم نجحت والحمد لله في سياسة الدمج، توجد 83 مدرسة اليوم موجودة في مملكة البحرين مجهزة لهذه الشريحة من الطلبة والطالبات، وفعلا نجحت سياسة الدمج وأصبح الكثير منهم ينضم إلى الصفوف العادية داخل المدارس. ما يميز مدرستنا احتوائها على مختبرات وملاعب وصفوف مطورة جدا مزودة بأحدث الوسائل التعليمية وأحدث الكمبيوترات وجميع ما يحتاجه الطالب. هذه المدرسة النموذجية والتي توفر لي كمعلمة لغة إنجليزية العديد من الإمكانيات الأحدث على مستوى العالم من أجل تطبيق استراتيجيات تعلم فاعل. عمارة جهزت بمستلزمات المراحل الدراسية 3 الثانوية والإعدادية والابتدائية، فوزارة التربية والتعليم حرصت على تجهيز الفصول بمتطلبات التعليم الإلكتروني وتزويد المباني الدراسية بشتى أنواع التسهيلات المتعلقة ب
بتنقل وحركة الطالبات في داخل المدرسة وخارجها. مشروع تربوي يعتلي قمة المشاريع المنجزة التي تبنت إتمامها وزارة التربية والتعليم، فهي من عمدت إلى تجاوز أي عقبة هندسية كانت أو تعليمية قد تعيق أداء الرسالة النبيلة وتلقيها من قبل من سيحتضنهن. هذا البناء المعرفي المتميز. لتلفزيون البحرين، محمد رشيدات.